هو ما مسلط عليه الضوء بشكل واضح كذا، لكن قاعد يتعامل تلقائي. وبفتكر انه نواة صالون الفن السوداني دي كانت بداية بالجروبات ولقاءاتكم في الجروبات وكلامكم ونستكم واستضافتكم مظبوط لبعض الفنانين، كانت دي ممكن تكون يعني دي هي النواة الحقيقية دي حقيقة لصالون الفن الإبداعي، وأنا متابع بشدة. صحيح. يعني الصالون قصر في إنه ما يتناول باقي الفنون الثانية، مثلا زي التشكيل زي الدراما، حصر نفسه في الغناء وفي الأعمال التطوعية اللي بتجي باي اكسيدنت دي. نعم. لكن ليه ما شمل الفن التشكيلي، فن التراث، فن الدراما مثلا؟ طبعا كلامك ده استاذ ابراهيم بيجي يعني في الـ في الـ الاهداف بتاعت الصالون المستقبليه. الصالون حيتوسع، حيشمل الفنون اللي انت ذكرتها، حيشمل الدراما، المجال مفتوح، حيشمل يعني احنا فتحنا التشكيل خالص. نعم يعني تقبل عضويه، يعني تقبل عضويات جديده. هو حقيقه ليه الان الصالون مهتم بس بالشعر وبالغناء؟ لانه ما اكذب عليك يا استاذ ابراهيم، يعني الاسس الصالون هيثم كنا عازف ورق، فريد عمر ابو عز عازف عود، عمر المنى رجل اعلامي ورجل لكن ورجل. انا بفهم انه الشباب الثلاثه ديل مفكرين، يعني قدروا يفكروا يا سلام، لانه يعملوا احتفالات. وزي ما قال لك استاذ احمد الجبور انه اللي قدام ان شاء الله عملنا شغل كثير يعني. ليكم سنه سنه نعم كان تدخلوا لنا عنصر واحد من عناصر الفنون الثانيه نعم.